لكن بالنسبه للدريه كترابي كانت صعيبه لحقاش الدعم ديال العائله ديالها كان صعيب. كاين كانوا بنات اللي ما كانوش مدعمات من الوالدين ديالهم، كان كتجي حشومه وعيب وعار ان بنت تلبس هيب هاب تلبس لارج وتخرج تخرج بحال دابا لي زيفينمون اللي كانوا كيداروا، كانوا كاملين تقريبا كيداروا مورا 9 ولا 10 ديال الليل. كنت صافي كملت القرايه ديالي وداك الشيء وعاود رجعت في 2005 2006 باول مورس سولو. و2000 ولخر 2006 كنت جمعنا حنا اربعه ديال البنات اللي درنا واحد المجموعه سميتها تايجرز فلو. كنا ربحنا في مهرجان ديال الموازين في جينيراسيون الموازين 2008. كانوا معاك غير الدراري، يعني كانت كتجي شويه عيب شويه عار بالنسبه ل... اول حاجه كتلقى الام ديالك كتقول لك لا انت راه خاصك فهمتي تعلمي داكشي ديال الدار وتزوجي وهادي وهادي. وحيانا الله تولينا كنسمعوا بان البنت يعني اي دريه دارت لار كيقولوا لها كوزينتك على ود هذا البلان. هذا ما كانتش السوشيال نيتورك، يعني ما كانش كيفاش غادي نوزعوا الموسيقى ديالنا ديك الوقيته. دابا ولات سهله انها توزع، يعني كديري تيك توك صافي كلشي كيتبع. يعني السوشيال نيتورك لعبت واحد الدور كبير بزاف. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي جريده اشواق الاوفياء. اليوم معايا سلطانه، سلطانه مغنيه فن الراب، سلطانه اللي كانت اول سيده غادي تاسس مجموعه ديال الراب او اول شابه غادي تاسس مجموعه ديال الراب. غتكلم لينا لان ما كنسمعوا فن الراب كنمشيو اوتوماتيكمون للشباب الذكور، لكن اليوم معايا شابه مغربيه في فن الراب. غادي نسولك شويه سلطانه، اولا كيفاش بديتي لا كارير ديالك؟ السلام عليكم. لا كارير ديالي بديتها ملي كان طلاجي 13 عام. ما كنتش بديت بالراب بطبيعه الحال، كنت بديت بلا دونس، بديت بسكيت بوردين باسكتبول، يعني واحد الاليمنتس واحد العناصر اللي كاينين في الثقافه ديال الهيب هوب. وكنت كنت كنقرا بزاف على الثقافه ديال الهيب هوب بما انني كنت كنقرا في الامريكان لانجويج سنتر في كازا. موراها كنت صافي كملت القرايه ديالي وداك الشيء وعاود رجعت في 2005 2006 اول مورس سولو. و2000 ولخر 2006 كنت جمعنا حنا اربعه ديال البنات اللي درنا واحد المجموعه سميتها تايجرز فلو. كنا ربحنا في مهرجان ديال الموازين في جينيراسيون الموازين 2008، وموراها ربحنا في اوف دي بلاد واحد الكومبيتيسيون ناسيونال اللي كانت هنا اللي كانت في كازا، وكانوا فيها بزاف ديال المشاركين، فيها بزاف ديال المجموعات من المغرب كامل. من بعدها في 2009 غادا المهم غادي نتفارقوا حنا كمجموعه غنائيه، ولكن غادي نبقاو صحابات. هي خرجت انا ديك الساعه في السولو، وكان ديك الساعه هي فاش لونسيت اول اغنيه ديالي زعما سولو من مورا تايجرز فلو اللي كانت هي صوت نسا. سلطانه 2005 كنرجعوا اللور، كنعرفوا ديك الفتره كان واحد انتشار ديال الراب في المغرب، لكن كانوا الذكور اكثر. كيفاش انت قلتي غادي ندخل الراب؟ واش غادي تكون ندير المكانه ديالي؟ واش غيتقبلني البيبليك؟ لان البيبليك كان متعود على الراب فقط دراري ديجان ذكور. نقدر نصحح لك المعلومه بعدا بانه في هذيك الوقيته كانوا بنات كيرابيو، غير هو ما كانوش مشهورات بزاف لحقاش الا بغينا نهضروا هنا غادي نهضروا على الاندستري ميوزيكال مع السوشيال نيتورك، يعني ما كانش ديك الساعه لا فيسبوك لا تيك توك لا والو. كانت توندريس، كانت نوال، كانت وداد، كانوا يعني كانوا دريات كيرابيو. كانت لوليتا من طرباط، كانت ديلوز دو غيم من سلا. غير هو كان كنا قلال لحقاش نقدر نقول السبب انه ما كانش بزاف ديال السيبورت، هو الدعم ما كانش حتى للدراري. ولكن بالنسبه للدريه كترابي كانت صعيبه لحقاش الدعم ديال العائله ديالها كان صعيب. انا بالنسبه ليا بالنسبه للباركور ديالي انا ما كانش كان عندي دعم من الوالدين ديالي، ولكن كانوا بنات اللي ما كانوش مدعمات من الوالدين ديالهم. كان كتجي حشومه وعيب وعار ان بنت تلبس هيب هاب تلبس لارج وتخرج تخرج بحال دابا لي زيفينمون اللي كانوا كيداروا، كانوا كاملين تقريبا كيداروا مورا 9 ولا 10 ديال الليل وكيكونوا معاك غير الدراري. يعني كانت كتجي شويه عيب شويه عار بالنسبه ل... اول حاجه كتلقى الام ديالك كتقول لك لا انت راه خاصك فهمتي تعلمي داكشي ديال الدار وتزوجي وهادي وهادي. وحيانا الله تولينا كنسمعوا بان البنت يعني اي دريه دارت لار كيقولوا لها كوزينتك على ود هذا البلان. هذا ما كانتش صعيبه بزاف لحقاش نقدر نقول لك انه حتى الدراري اللي كانوا معنا في الدومين، الدراري كاملين اللي كانوا في الراب كانوا كاملين كيدعمونا، كانوا كاملين كيحترمونا، يعني ما عمرنا ما لقينا منهم شي حاجه خايبه. ومن
منهم الشحتمان منهم مصطفلو اللي عاونونا بزاف كتيغريس فلو كسلطانة كنشكرهم من هذا المنبر هذا. يعني ما كانتش صعيبه بزاف بالنسبه لينا، غير هي ما كانتش سوشيال نيتورك، يعني ما كانش كيفاش غادي نوزعوا الموسيقى ديالنا ديك الوقيته. دابا ولات ساهله انها توزع، يعني كديري تيك توك صافي كلشي كيتبع. على ذكر السيبورت ديال لي زارتيست الراب، سبق اشتغلتي مع شي فنان الراب؟ اشتغلت مع مصطفلو شحتمان، خويا اللي هو بروديوسر معروف هنا في المغرب اللي خدم مع سعد المجرد اغاني ديال غزالي وانساي، هو اللي كنخدم معاه نيت دابا هو تيغني نيت. كانوا شي ناس اخرين اللي خدمت معاهم، ولكن بحال نقولوا ما صدقش بالمغربيه بالدارجه، ما صدقش داكشي. حاليا تنخدم بزاف في امريكا، عندي ناس تنخدم معاهم في امريكا بزاف، هما اللي اعترفوا بالموسيقى ديالي واعترفت انا بهم، هما ولقينا واحد الفايب دايز بيناتنا. لحقاش ديجا واخا داكشي اللي وصلنا ليه انا وتيغريس فلو ولا اللي وصلت ليه انا في المغرب ما كانش واحد الاعتراف ديال بصح. واخا سلطانة، من بما انك قلتي لي بديتي في 2005، من 2005 ل 2024 شنو اللي كيبان لك تبدل في الراب المغربي؟ تبدل كيف ما قلت لك، يعني السوشيال نيتورك لعبت واحد الدور كبير بزاف. لحقاش مورا الثوره العربيه اللي في 2011 نقدر نقول لك انه بزاف ديال لي زارتيست ما بقاش عندهم حق انهم يلعبوا في لي فيستيفال في المهرجانات وداكشي، ولكن يعني بحال تيك توك انستغرام يوتيوب فيسبوك هادشي كامل ولا كيعاون الدراري انهم يوزعوا الموسيقى ديالهم. دخلوا لي لابيل بزاف، يعني دخلوا هذاك لي لابيل ما عرفتش كيفاش نقول لها ديال الانتاج، دخلوا للمغرب بزاف. غير هو الكاليتي ديال الموسيقى واخا هكاك باقا ماشي، يعني انا كنحترم الدراري كاملين الجداد لحقاش حنا دوزنا وقيتنا وما حتى ما يدوزوا وقيتهم، غادي تجي واحد جينيراسيون اخرى. غير هي بالنسبه للكونسيبت ديال يعني الموسيقى، الا هضرت على لي سوجي ولا هضرت على الكاليتي ديال الموسيقى، ماشي هذيك الموسيقى اللي غادي تقدر تحطها في البلاي ليست ديالك وتسمعها وتعاود تسمعها وتعاود تسمعها، يعني غادي تسمعها مره واحده وغادي تحيد. قبل الكلمه الاخيره سلطانه، واش نمشي مع يعني الخشبه ان الارتيست دراب يغني فوق الخشبه او في السوشيال ميديا، وانت فاش كترتاحي؟ واحد الامر اللي ولينا كنشوفوه بزاف هو ان بزاف ديال لي زارتيست كيطلعوا للسين لكن كتكون اغاني مطلوقه، واش نمشي مع ان الارتيست يغني لايف او كتشوف هذه المساله ماشي مشكل انها تكون مطلوقه الاغنيه ديالو كيعاود معاها؟ انا اول حاجه غنقول لك شكرا على هذا السؤال هذا، لحقاش انا هذه القضيه ديما كنهضر عليها. الارتيست اللي ما كيقدرش يلعب في لاسين لايف، يعني من الاحسن انه يبقى غير يلونسي الموسيقى ديالته في البلاتفورمز. الفنانين العظماء اللي دازوا في تاريخ ديال الموسيقى في كاع الجانرز كاع الانواع كلهم كيطلعوا لاسين، تسمعوا بصوته تسمعوا بالفلو ديالو تسمعوا بالانرجي ديالو بالفايب ديالو. يعني بالنسبه ليا انا ماشي ما كنحترمش الفنان اللي كيطلع بالبلاي باك، غير هي كنقدر نقول لي انه كيحس عنده واحد النقص كبير في لاسين. لحقاش لاسين ملي كتطلع ليها لايف واحد الانرجي اخرى، ديك الموسيقى اللي نتايا ديك لي بارول اللي نتا كتبهم ولا داك الفيلينغ اللي عندك داك المشاعر اللي عندك لهذيك الموسيقى كتبان في هذيك لاسين اللي كتلعبها نتايا لايف، وهذا هو النقص اللي كاين عند بزاف ديال لي زارتيست عندنا دابا في المغرب. جديد سلطانه؟ اوكي الجديد، اولا عندي واحد كولابوراسيون مع كونكستيدر في ديترويت ميشيغان، خدامين في كازا 75 واحد ميني البوم، كاين فيلم خرج دوكيمونتير لواحد الالبوم اللي هو سميته نفاده اللي كنا خدامين عليه بزاف ديال البنات اللي كيغنيو راب في الدول العربيه. وفي نفس الوقت ان شاء الله الالبوم ديالي، ولكن ما نقولش لكم امتى غادي يخرج. شنو تقولي للبيبليك؟ البيبليك اصحاب عليكم نتوما اشواقع. المهم شكرا اشواقع على هذا الانترفيو، وكنشكر اي واحد ساندني ودعمني، كنشكر موسى العارف على هذا الايفنت هذه، كنشكر كاع الدراري اللي حضروا في الاكاديمي ولا اللي حضروا في الفيستيفال. صراحه انا من الناس اللي كانوا في هذا الفيستيفال في هيب هوب فاميلي من الاول ديالها، وليا الشرف انني نكون اليوم وانني يكون التكريم ديالي مع السي احمد غياش مع لطفه احرار. صراحه شكرا بزاف موسى العارف، لحقاش كيتقاتل ديال بصح. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.